بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، أهلا ومرحبا بكم طلاب الصف السادس الابتدائي مع درس جديد من دروس النحو. اسمه يا شباب الدرس طبعا اسمه أنواع خبر كان وأخواتها. أنواع خبر كان وأخواتها. طيب الأول قبل ما نبدأ الدرس أحب أقول لكم إن أنواع خبر كان وأخواتها هي نفس أنواع الخبر العادية، هي نفس أنواع الخبر العادية، يعني يا مستر يعني برضو خبر كان وأخواتها بيجي مفرد أو جملة أو شبه جملة، بيجي مفرد أو جملة أو شبه جملة، وطبعا الجملة بتنقسم إلى جملة اسمية أو جملة فعلية، وشبه الجملة بيكون جار أو مجرور أو ظرف زمان أو ظرف مكان. أمثلة: صار الزهر متفتحا، كانت الحضارة المصرية جذورها ممتدة، كان السائح يصور الأهرام، بات الطائر فوق الشجرة. ملاحظين يا شباب طبعا باللون الأزرق كلمة متفتحا، جذورها ممتدة أو جذورها ممتدة، يصور الأهرام فوق، دي طبعا خبر صار. طب نوع الخبر بقى في المثال الأولاني صار الزهر متفتحا، طبعا كلمة متفتحا برضو خبر مفرد. ليه خبر مفرد يا مستر؟ لأن كلمة متفتحا كلمة واحدة اسم، وإن الخبر المفرد هو ما ليس جملة أو شبه جملة. إعراب إيه بقى خبر كان وأخواتها؟ وده اللي يختلف عن إعراب الخبر بتاع المفرد أو الخبر بتاع الجملة الإسمية العادية. هقول تاني إن خبر كان وأخواتها هو نفس أنواع الخبر العادية، ولكن في اختلاف واضح وبسيط. إيه هو الاختلاف؟ إن خبر كان وأخواتها دايما منصوب، دايما يا شباب منصوب، متفتحا خبر صار منصوب وعلامة نصبه الفتحة. طيب المثال الثاني: كانت الحضارة المصرية مالها؟ جذورها ممتدة. نعرف جذورها ممتدة، طبعا جذور مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، والهاء ضمير مبني في محل جر مضاف إليه، وممتدة خبر للمبتدأ اللي هو جذور، مش خبر لكان، لا ممتدة خبر لكلمة جذور. الجملة الإسمية دي كلها بقى يا ترى في محل إيه؟ طبعا في أنواع الخبر العادية اللي احنا خدناها في الأول خالص كانت الجملة الإسمية في محل رفع خبر للمبتدأ، لا هنا بقى وقعت الجملة الإسمية اللي هي جذورها ممتدة خبر لكان وأخواتها. إذن هنغير بقى التغيير بتاعنا، هنقول إيه؟ والجملة الإسمية جذورها ممتدة في محل نصب خبر كان وأخواتها. ليه؟ لأنه قلنا إن خبر كان وأخواتها دايما منصوب، دايما منصوب أو في محل نصب، إذا كان جملة أو شبه جملة بيكون في محل نصب، وإذا كان مفرد بنقول عليه خبر منصوب مباشرة. تاني يبقى كان وأخواتها بتنصب الخبر بتاعها، يعني خبر كان وأخواتها بيكون منصوب أو في محل نصب إذا كان جملة أو شبه جملة، زي المثال اللي احنا قلناه دلوقتي جذورها ممتدة، دي جملة إسمية مكونة من مبتدأ وخبر وضمير رابط، وأقول والجملة الإسمية جذورها ممتدة في محل نصب خبر كان، في محل نصب مش رفع بقى، في محل نصب خبر كان، لأن اسم كان هو اللي يبقى مرفوع اللي هو الحضارة، إنما خبر كان اللي هو جذورها ممتدة خبر جملة إسمية في محل نصب. المثال الثالث: كان السائح، طبعا كان فعل ماض والسائح اسم كان مرفوع علامة رفعه الضمة، مال السائح يصور، يصور ده فعل، إذن هنا الخبر بتاع كان خبر جملة فعلية. عرفت منين يا مستر؟ لأنها فعل، لأن الجملة اللي بعد كلمة السائح مش جملة اسمية ولا هي مفرد. أمال إيه يا مستر؟ طبعا ده فعل مضارع، إذن خبر كان هنا نوعه جملة فعلية. عرفت منين؟ لأن بعد اسم كان فعل اللي هو الفعل يصور، فعل مضارع، فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة. طيب مين اللي بيصور الأهرام؟ السائح. طب السائح هنا مش موجودة بعد كلمة يصور، لا ما هي مستتر، يبقى هنا الفاعل بعد كلمة يصور مستتر، ضمير مستتر تقديره هو، والأهرام مفعول به منصوب.
أقول إيه بقى في الآخر؟ والجملة الفعلية يصور هو في محل نصب خبر كان، والجملة الفعلية يصور هو في محل نصب خبر كان. يبقى هنا المثال الأولاني خالص صار الزهر متفتحا، نوع الخبر هنا بتاع صار طبعا مفرد كلمة متفتحا. المثال الثاني خبر كان جذورها ممتدة، نوع الخبر هنا جملة اسمية. المثال الثالث خبر كان، كان السائح يصور الأهرام، طبعا جملة يصور هو الأهرام خبر جملة فعلية. وأقول والجملة الفعلية في محل نصب، ركزوا معايا في محل يا شباب نصب، ما تنساش دي، في محل نصب خبر كان، لأن كانت تنصب خبرها. إذن خبر كان إما منصوب إذا كان مفرد، أو في محل نصب إذا كان جملة أو شبه جملة. وده المثال الأخير اللي هو المثال الرابع، بات الطائر فوق الشجرة، طبعا ده شبه جملة. بات فعل ماض مبني على الفتح، والطائر فاعل مرفوع، معذرة، والطائر اسم بات مرفوع وعلامة رفعه الضمة. فوق ها طبعا ظرف مكان منصوب وعلامة نصبه الفتحة. أقول تاني، بات فعل ماضي ناقص ناسخ، الطائر اسم بات مرفوع وعلامة رفعه الضمة. فوق ها طب ممتازين جدا، ظرف مكان منصوب وعلامة نصبه الفتحة. أقول يا بقى شباب وشبه الجملة، كلمة فوق دي وشبه الجملة في محل نصب خبر بات، في محل نصب خبر بات. وطبعا الشجرة مضاف إليه، مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. المثال الخامس والأخير، ظل التلميذ في المدرسة، ظل فعل ماض ناقص ناسخ، التلميذ اسم ظل مرفوع علامة رفعه الضمة، في حرف جر، المدرسة تي اسم مجرور بفي وعلامة جره الكسرة. طبعا ده برضو شبه جملة زي الظرف كده، ده جر ومجرور بقى، يبقى الظرف بقى إما جر ومجرور أو ظرف، أو ظرف زمان أو ظرف مكان. يبقى شبه الجملة إما جار أو مجرور أو ظرف زمان أو مكان. يبقى هنا تاني، ظل فعل ماضي ناقص ناسخ، التلميذ اسم ظل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، في حرف جر، المدرسة تي اسم مجرور بفي وعلامة جره الكسرة. إذن في المدرسة دي شبه جملة مكونة من جار ومجرور. أقول وشبه الجملة في المدرسة في محل نصب خبر ظل، في محل نصب خبر إيه؟ ظل. يبقى عندي القاعدة بتقول لي إن يأتي خبر كان وأخواتها مفرداً أو جملة اسمية أو فعلية أو شبه جملة جار ومجرور أو ظرف. يكون الخبر المفرد طبعاً منصوباً، هتقول عليه منصوب، خبر كان منصوب، بينما يكون الخبر الجملة وشبه الجملة، بينما يكون الخبر الجملة وشبه الجملة في محل نصب خبر كان وأخواتها، في محل نصب خبر كان وأخواتها. إعراب نموذجي، أعرب ما تحته خط. أصبح البحر أمواجه ثائرة، أمواج مبتدأ، ممتازين جدا، لأن جملة اسمية، عرفت ازاي جملة اسمية مكونة من مبتدأ وخبر، والعلامة اللي بتميزها معاها ضمير رابط، الضمير ده هو اللي بيميز لي إن ده خبر جملة اسمية، اللي هو الهاء في كلمة أمواجه. أمواج لوحدها مبتدأ، والهاء طبعا مضاف إليه أو ضمير مبني في محل جر مضاف إليه، وسائرة خبر لكلمة أمواج، خبر للمبتدأ اللي هو أمواج مرفوع علامة رفعه الضمة. وأقول في الآخر والجملة الإسمية كلها على بعضها أمواجه ثائرة في محل نصب خبر إيه يا شباب؟ أصبح، لأن خبر أصبح بيكون منصوب أو في محل نصب، تنسوش دي خالص. طبعا النموذج الإجابة هو شباب زي ما احنا قلنا. ننتقل للمثال اللي بعده، نعرف مع بعض الأول بقى كده نشوف نموذج الإجابة. صار العلم يخدم المزارعين، صار العلم يخدم المزارعين. طبعا كلمة يخدم لازم تحدد نوع الكلمة دي اسم ولا فعل ولا حرف. طبعا فعل، يخدم فعل مضارع، والفعل هنا طبعا ضمير مستتر تقديره هو، مستتر يعني مستخبي، يخدم هو، والمزارعين طبعا مفعول به. أقول والجملة الفعلية يخدم هو المزارعين في محل نصب خبر لصارى، وده نموذج الإجابة.
المثال الثالث، بات العامل في المصنع، في حرف جر، مثال خالص. المصنع اسم مجرور بفي وعلامة جره الكسرة، وشبه الجملة في المصنع في محل نصب خبر بات، وده نموذج الإجابة. ظل العلم فوق السارية، طبعا فوق شبه جملة، طالما شبه جملة وانت مغمض، ها في محل نصب برضو خبر ظل، يبقى فوق، ها تعرب الأول ظرف مكان منصوب، يعني ظرف مكان يعني شبه جملة، وأقول في الآخر وشبه الجملة فوق في محل نصب خبر ظل، وده طبعا نموذج الإجابة. تدريبات، ها تعالوا مع بعض كده، بين نوع خبر كان واخواتها فيما ياتي، بين يعني طلع. بات الحارس يقظا، صلحوا دي يا شباب معذره، هي يقظا في الف في الف تنوين بعد الظاء، يقظا، لان ده طبعا خبر بات منصوب في الف تنوين بعد حرف الظاء في كلمه يقظ، عشان تنطق يقظا، يبقى ده يقظا خبر لبات منصوب وعلامه نصبه الفتحه. رقم اثنين، بات العامل في المصنع، ها فين خبر كان؟ في المصنع، نوعه شبه جملة، وشبه الجملة في المصنع في محل نصب خبر لبات. رقم ثلاثة، كانت السيارة تقف، ها بعد اسم كان كلمة تقف، تقف ده فعل، يبقى إذن ده خبر جملة فعلية، تقف فين الفاعل؟ والفاعل مستتر تقديره هي، يبقى جملة تقف هي جملة فعلية في محل نصب خبر لكان. أربعة، أصبحت الشجرة مالها؟ ثمرها ناضج، إذن خبر أصبح جملة اسمية، وهو أو وهي ثمرها ناضج، أقول والجملة الاسمية ثمرها ناضج في محل نصب خبر لأصبح، والجملة الاسمية ثمرها ناضج في محل نصب خبر ليا شباب لأصبح. طب عرفت منين يا مستر ان دي جملة اسمية او الخبر ده خبر جملة اسمية؟ طبعا لانها بتبدأ بكلمة ثمر، وده طبعا ده اسم، ايه كمان؟ وفي ضمير رابط اللي هو الهاء، وبعد كده الخبر بتاع كلمة ثمرها اللي هي كلمة ناضج، يبقى دي جملة كاملة مبتدأ وخبر ورابط، واقول الجملة الاسمية ثمرها ناضج في محل ها نصب خبر اصبح. رقم خمسة، صار العمال مالهم؟ مهتمين، مهتمين دي كلمة واحدة اسم، مهتمين، ها يبقى ده خبر ايه يا شباب؟ خبر مفرد، طب اعرابه؟ خبر لصار منصوب وعلامة نصبه الياء. اعرب ما تحته خط فيما يلي، كان عمل الفلاح ماله؟ شاقا، يبقى شاقا دي خبر كان منصوب وعلامة نصبه الفتحة. ظل المعلم ماله؟ عمله مقدر، يبقى عمله مقدر اعرابها ايه؟ دي كذا كلمه لازم نعربها حته حته، عمل لوحدها مبتدا مرفوع علامه رفع الضمه، والهاء ضمير مبني في محل جر مضاف اليه، مقدر خبر للمبتدا اللي هو عمل مرفوع علامه رفع الضمه، واقول في الاخر والجمله الاسميه عمله مقدر في محل نصب خبر ظل. اصبح العلم خدماته جليله ومتعدده، طبعا خدماته جليلة شبه اللي فوقها بالظبط، خدمات مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة، والهاء أيضا ضمير مبني في محل جر مضاف إليه، جليلة خبر للمبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة، أقول يا شباب والجملة الإسمية خدماته جليلة في محل نصب خبر أصبح. صار البرد الشديد، صار البرد الشديد ماله؟ يضر النبات، يضر فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضمة، والفاعل هنا ضمير مستتر تقديره هو، النبات مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة، أقول والجملة الفعلية، عرفت منين هي جملة فعلية؟ لأنها بدأت بالفعل يضر وده فعل مضارع، إذن دي جملة فعلية، إذن الخبر خبر جملة فعلية في محل نصب خبر لصار. خمسة، ظل المصطاف تحت المظلة، تحت طبعا ده شبه جملة، عرفت ازاي؟ لانه يا شباب ممتازين جدا، لانه ظرف مكان، سواء بقى ظرف مكان او ظرف زمان او جر ومجرور ده كله بيكون شبه جملة، يبقى تحت ها ظرف مكان منصوب، اقول وشبه الجملة في محل نصب خبر ظل.
كان الأسد في عرينه، كان الأسد في عرينه، طبعا ها في حرف جر، عرينه اسم مجرور بفي وعلامة جره الكسرة. أقول وشبه الجملة، في عرينه في محل نصب خبر كان. وبكده يا شباب نكون خلصنا درسنا، وإلى اللقاء بإذن الله تعالى في درس جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.